غدا في هنا العاصمة، خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في لقاء خاص وحصري مع لميس الحديدي. تخيل واحد صار له 34 سنة في السجن. 34 سنة. أي نعم، ظللنا نناضل نناضل حتى أخرجنا 35 من أصل 50. فين نقطة الفصل؟ إسرائيل هزمت. كلما جئت دايما بتزور مرشد الإخوان المسلمين، ليه؟ أزور الإخوان وأزور غير الإخوان. أنت قائد مقاومة، أنت الرجل الذي تقف بجوار هؤلاء المقاومين. إسرائيل كانت حاطة فيتو على أسرى من القدس. نعم. انتزعنا عددا كبيرا منهم بفضل الله. كنت متوقع تشوف رئيس سابق مبارك في محبسه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتلك الأيام نداولها بين الناس. هنا العاصمة